نستهل قراءتنا اليومية في عناوين الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من إيطاليا، حيث اهتمت صحيفة الفاتو كوتيديانو بقرار فرض إلزامية ارتداء الكمامة الواقية في جميع أنحاء البلاد وتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 من يناير المقبل. وكتبت الصحيفة أن إيطاليا قررت أمس الأربعاء فرض إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق بجميع أنحاء البلاد وتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 من يناير من أجل الحيلولة دون تفشي وباء كوفيد-19. صحيفة لاراثون الإسبانية كتبت من جهتها أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أعلن أمس الأربعاء عن خطة هدفها استعادة مناصب الشغل التي فقدت بسبب الأزمة الصحية المترتبة عن تفشي الجائحة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بفضل 72 مليار يورو من صندوق الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار. ونقرأ على صحيفة الديلي تلغراف البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يخطط لإغلاق المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه في غضون أيام بالمناطق الأكثر تضررا جراء الفيروس، على الرغم من المعارضة المتزايدة من كير ستارمر لاستراتيجية الاحتواء التي اعتمدتها الحكومة، والتي ترى بأن معدلات الإصابة في البلاد بدأت تخرج عن السيطرة. وفي سويسرا تطرقت صحيفة لوتون للتقرير الجديد لنظام اللجوء السويسري، مشيرة إلى أن ائتلافا من القانونيين والمحامين ندد بالضغط المستمر الذي يثقل كاهل الفاعلين في النظام من أجل الإسراع في الإجراءات على حساب الجودة في العمل والرعاية والتكفل بطالب اللجوء في إطار عادل. وأوضحت الصحيفة أن ائتلاف رجال القانون من محامي اللجوء المستقلين اعتبر في تقرير صدر أمس أن تدفق طالب اللجوء لم يكن بهذه الدرجة من الاعتدال منذ سنوات. صحيفة ليبراسيون الفرنسية خصصت صفحتها الأولى لملف شرطة البيئة والضباط العاملين في صفوفها الذين يرتدون الزي الرسمي ويحملون السلاح ولديهم سلطات حقيقية لإجراء التحقيقات والبحث. وأشارت إلى أن ضباط الشرطة هؤلاء منتشرون داخل المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي الذي خرج إلى حيز الوجود قبل مدة قصيرة على إثر الاندماج بين المكتب الوطني للقنص والحياة البرية والوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي.